دكتور، أنا سأتوجه إليك بصفتك الرسمية حاليا. عندما يذهب الرئيس محمود عباس إلى زيارة موسكو، ماذا تريد السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية من روسيا؟ نعم. يعني هل بالإمكان، روسيا ليست الاتحاد السوفيتي ولا تملك ما كان يملكه الاتحاد السوفيتي ما قبل الحرب الباردة طبعا. يعني أولا الحرب الباردة. يجب علينا أن نحدد العلاقة الروسية الفلسطينية. هناك في تعاطف واضح وصريح ما بين روسيا والجانب الفلسطيني، وهذا التعاطف يعني هو تواصل لتاريخ موقف الاتحاد السوفيتي سابقا في دعم منظمة التحرير الفلسطينية وفي دعم القضية الفلسطينية. ومعظم القرارات الدولية التي كانت تخص الجانب الفلسطيني هي صوتت دائما معنا. ولكن اليوم روسيا تلعب دور الوسيط ما بين أمريكا وما بين الجانب الفلسطيني والعربي، بمعنى يعني هي تريد تلطيف الأجواء بس، ولكن بوجودها زخمها السياسي بأن تقول للولايات المتحدة لن تستطيع أن تفعل أي شيء بدون وجودي وثقلي، وهذا أثبتته في وجودها بسوريا. أستاذ ماهر عثمان تحدث عن وجود مليون روسي، نعم، يهودي يمثلون يعني لوبي معين. أنا سؤالي، هل هؤلاء لوبي روسي في إسرائيل أم أنهم لوبي يهودي في روسيا؟ هم لوبي صهيوني، وهو يمارس ضغوط على روسيا أكثر من ضغوط. طبعا هو الروس الأتو هم لوبي صهيوني متطرفين ضد الدولة الفلسطينية. هذا لا يعني بأن لهم اتصالات مع موقف روسيا. وأنا اللي أقوله هنا بأن روسيا متعاطفة، هي أيضا تستغل القضية الفلسطينية لرجوعها إلى محور الصراع البارد مع الولايات المتحدة، وأن تقول للولايات المتحدة لا تستطيع أن تنفذ أي قرار دون وساطة روسية. بمعنى الحرب الباردة الدبلوماسية رجعت إلى مسارها الطبيعي بوجود هذا التلاطف، خلينا نقول والتعاطف مع الجانب الفلسطيني بس. ولكن نستطيع أن نحسم هذا الموضوع بأن دعم روسيا ليس دعما سافرا مثل الولايات المتحدة لإسرائيل بس، ولكن الدعم السياسي والدبلوماسي وطرح فكرة مؤتمر دولي من بوتين في روسيا، والجانب الفلسطيني استجاب ولكن نتنياهو لم يستجيب لأنه الأمريكان قالوا له لا. فمن هون يعني الدور الروسي دور أنا بشوفه يعني دور إيجابي وليس سلبي، ولكن نريد أكثر من روسيا بوضع ضغوطات اقتصادية وما شابه، ودورها مهم جدا في أوروبا. يجب عليها أن تلعب دور ضاغط وليس دور متلاطف أو متعاطف مع هذا ما يكون.